وانا لما كنت هنا موجود وممكن ترجعوا للحلقه، انا كنت رافض ان حسان يطلع. حتى سالني ابو جود اكثر من مره ليش ما يطلع، طيب الديون وقلت لا المفروض ان حسان ما يطلع. وانا قلت لخالد ثنيان الكلام هذا، المفروض ان حسان ما يطلع. ولكن في الجانب الاخر الشباب عليه ديون. يعني هذه حقيقة، لازم الشبابيين يعرفون الشيء هذا. أنا الأستاذ محمد المنجم صاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن بن تركي عارفين أن الشباب عليه ديون. الشباب عليه ديون، ولكن أنا ضد بيع حسان. حقيقتين منفصلات. أنا ضد بيع حسان، أنا ضد بيع حسان. الشباب عليه ديون، الشباب عليه ديون. إذا أنتم فيه واحد بيركب في روسكم انه احمد العقيل كان سبب، ابدا انا ما املي عليكم شيء.